السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. إن شاء الله ضمن هذا البلاي ليست راح نتناول برنامج الهيكراس بشكل تفصيلي. إحنا سبق وعملنا بلاي ليست سابق منذ أكثر من سنتين عن الهيكراس، لكن اللي تناولناه مسبقا هو تعريف عن البرنامج، عن الأوبشنات، الفيتشرز غيرها، لكن كله كان بشكل بيسك يعني لطلبة المراحل الأولية اللي هي البكالوريوس، يعني ما بي فد أوبشنات عالية يعني اكسبلان ضمن الدراسات العليا واحتياجاتهم إلها. طبعا العديد من الطلبة أو الباحثين راسلوني إنه بخصوص اللي يشتغل سيدمنت باستخدام برنامج الهيكراس، أو ممكن ينمدج أو يسوي سيموليشن أو أناليسيس إلى فد كيس ستدي موجودة بالواقع، يعني العديد من الأمور. يعني وطبعا هو بالمناسبة إحنا نعرف برنامج الهيكراس يشتغل ضمن الأوبن شانل، يعني المعادلات الحاكمة اللي هي معادلات سان فينيت إكويجن، تقدر هاي المعادلات والجوفرنج إكويجن المعادلات الحاكمة تدرسها بشكل تفصيلي وتعرفها ضمن مادة الأوبن شانل. أي ثينك الشابتر 14 أو 15 16 من كتاب تشو، وكذلك كتاب سوبرمانيا، والكتب الأوبن شانل موجودة عديدة راح تنطيك تفاصيل معادلات سان فينيت إكويجن بالتفصيل للون دي والتو دي سيموليشن. احنا ان شاء الله بهذا البلاي ليست راح نتناول برنامج الهيكراس بشكل تفصيلي، يشمل العديد من الامور اللي راح يعني نمزجها به. اول شيء قبل ما نبدي برنامج الهيكراس احنا راح نشتغل على احدث نسخه الموجوده حاليا اللي هي 6.5 او يتنصب على الويندوز 10 فما فوق، على الاقل ما يتنصب، يعني الافضل انه حاسبتكم بها تقدر تشتغل فيرجن اقل نعم، لكن هذا الفيرجن احدث باوبشنات كثيره راح نتناولها ممكن تفيدك ايضا، خاصه اكو طلبه ايضا يراسلوني انه دا يشتغلون دام بريك، طلبه الدكتوراه انه انهيار السلوك الترابيه، فتتنمذج هذا باستخدام برنامج الهيكراس. سيدمنتيشن اللي عملهم سيدمنتيشن ضمن الاوبن شانل ايضا تقدر انت تشتغلها بالكامل ضمن الهيكراس. نمذجت منشآت هيدروليكية ضمن نهر حتى تعرف البيهيفر والتصرف مالتها، سواء كان وير، جيت، جسور، دعامات، anything يعني حتى سكورينج يشتغل ضمن الدعامات الجسور، ستوريج اريا يعني مساحات انه خزنيه ضمن ترتبط مع النهر كان تكون تنمذج اذا كان عملك ضمن مارشز اهوار غيرها، يعني كله انه يفيدك صراحه برنامج الهيكراس. والحلو به انه هو ما يحتاج مدخلات كثيره، يعني اللي يحتاجه من المدخلات هو فقط الديجيتال اليفيشن موديل اللي هو النموذج الرقمي او الطوبوغرافي الخاص بمنطقه الدراسه كمدخل، يعني من ضمن البيانات السبيشال داتا. اكو بي اوبشن متقدم جدا يحتاج اللاند كفر لانجويز، لكن باحتياجات قليله اذا كنت انت تشتغل من الووتر كواليتي، وبالمناسبه ايضا نعطيك نتائج من الووتر كواليتي، لكن تعتبر قليله جدا يعني الاداء مالتها مقارنه ببرنامج سوات او برمجيات اخرى، يعني اذا انت تشغله كان ووتر كواليتي فالافضل تتجه الى سوات، واحنا شارحين البلاي ليست يعني مفصل. ما نريد نطول بهذا يعني هاي الفيديو، هذا الفيديو هو تعريفي عن هذا البلاي ليست، يعتبر الفيديو الاول. راح ننصب برنامج الهيكراس اللي هو 6.5 نشتغل عليه، راح اترك لكم اللينك مال البرنامج الحديث ضمن صندوق الوصف في الديسكربشن. بالمناسبه احنا نعرف الهيكراس هو ضمن مجموعه البرمجيات اللي هي الهيك التابعه لهندسه الجيش الامريكي US Army of War Engineering، ضمن المجموعات اللي هيك HMS هيك ريزرفوار سيموليشن اكو الهيكراس. تقدر تدخل على الموقع بتعرف تفاصيله، تنزل المانوال مالته، راح اترك لك هذا اللينك تمام عيني، موجوده كل الاوبشنات القديمه تقدر تشتغل عليها 6.1 الاقدم، لكن احنا راح نشتغل على الاحدث، هذا يشتغل على ال 64 بت، يعني نواه الحاسبه لازم تكون 64 و32، وكذلك من ويندوز 10 فما فوق، مواصفات لابتوبك اقل تشتغل على الفيرجن الاقل اللي هو 6.1 من هذا الباب. نجي هسه شلون ننزل، تروح على اللينك الاول عندك، هم ضايفين حاليا تحدث من يعني اكثر من شهرين انه ضايفين لينك ثاني هو الالترناتيف البديل، لان اكو بعض يعني البلدان ما ينفتح به الموقع الاول،
فينفتح بالموقع الثاني. بالمناسبه مجموعه برامج الهيك هي عباره عن برامج مجانيه، اليو اس اي ار جروب فور انجينير يعني متاحه مجانا بالكامل، يعني لا تحتاج كراك ولا البرنامج فتره ويخلص ولا يحتاج تحديث، هي اصلا مجموعه الهيك متاحه بالكامل تكون مجانيه، فما تحتاج اي شيء، وهذا هو الشيء الحلو المفضل بها. يعني بقيه البرمجيات حتى تنصيبه سهل جدا، يعني تحمل الملف منها تلقائيا، بعد ما يتحمل تسوي له داونلود، تسوي له سيت اب، جدا سهل، ما ياخذ التحميل مع التنصيب يجوز يعني 10 منت ماكسيمم. فراح اترك لكم هذا اللينك ان شاء الله، تقدر ايضا تحمل الاسفل اكو مانوال واكو سؤال محلول ان شاء الله، هذا ايضا راح يفيدك المانوال مالته والسؤال المحلول ايضا بالكامل، وهاي الفيرجنات الاخرى اللي هي الاقدم من عندها. هنا أنا هذا الاكزامبل بروجكشن ايضا تقدر تحمله يفيدك اذا انت مثلا تتوسع به. فان شاء الله راح نتناول كل هاي الامور، شو راح ندرس احنا بهذا البلاي ليست، ننطفئ نظره بصوره عامه ان شاء الله حتى نتناولهم. راح ناخذ بهذا البلاي ليست نتعلم اول شيء الار اس مابر. احنا اول شيء حتى ندخل كاوبشن، احنا حالي افتح البرنامج امامكم، حتى ندخل للبرنامج ونشتغل عليه كادفانس وليس كبيسك يعني تعليم اولي، لا كادفانس يعني ريسيرشر ايا كان، نحتاج اول شيء حتى نشتغل نحتاج مباشره هنا اديت جيومتري ديتا. اول شيء نحتاج الخريطه، تمام، يعني الجي اي اس تول نحتاج خريطتك اللي انت حتشتغل عليها مباشره، هي احنا اسمها الار اي اس ار. هاي شلون تحتاجها؟ اول شيء لازم تعرف شلون تصدرها، تعرف شلون تستخرجها، شلون تنشئها اذا ما عندك خريطه لموقع معين. ان شاء الله راح نتعلمها بالتفصيل اللي هو كرييشن، احنا نسميه الدم الديجيتال الفيشن موديل، هذا جدا مهم انه انت تعرف له، تمام عيني. فاول شيء راح نتعلم هو الار اس مابر، بعد ذلك بعد ما تعلمنا اللي هو الار اس اي اللي هو احنا ناخذ خريطه الدم ونشتغل عليها ان شاء الله. يعني بعد ما نرسم لاين ريفر لاين ومنا نرسمه اوكي بروجكشن، لازم نبدا احنا هسه بدا ينطيني اوبشن لازم نسوي فايل ونسمي نيو بروجكشن وغيرها، هاي الامور الاوليه ونبلش بالبرنامج ان شاء الله. لكن احنا بصوره عامه ما نريد انه من يعني كل سكتش، لا اكو خرائط مال ووتر كامله اللي هي الدم ديجيتال الفيشن موديل ومن التحسس النائر الموسنسي ناخذها كامله. فاول شيء لازم تتعلم شلون تنشئ خريطه الار اي اس اللي يسمونها الراس مابر، وراح نجي بتفصيل ناخذها بالبلاي ليست كامله او ممكن بفيديو العفو كامل او فيديوين او ثلاثه نشرحها بكامل تفاصيلها. المطلب الثاني ان شاء الله اللي حنشرحه هو 2D موديلنج اشيبس، احنا راح نمدج 1D و2D سيديمنتيشن 2D، يعني العديد نجي بوقتها ان شاء الله ونوضحها. ال 2D اشيبس عندنا نمذجة المنشآت الهيدروليكية بالكامل، نمذج المنشآت الهيدروليكية مخرجاتها ونتائجها، مو فقط تعريف أولي عنها مثل ما تناولناه بالبريس القديم. السيديمنت ترانسبورت وهذا يعني سبق تناولناه أنه العديد من الطلبة يدرسون أو الباحثين يدرسون هو انتقال السيديمنت ضمن الأوبن شانل. الهيدروليك ستركتشر أيضا يشمل إنشاء السلول التراوية اللي هو الدامو بريك وغيرها. الون دي موديلنج اشوز ايضا تقدر ان شاء الله ايضا ناخذها بالتفصيل كامل. النون نيوتن موديل اللي هو انستد فلو ايضا موجود ان شاء الله راح ناخذه بالكامل، وكذلك الستدي فلو الهيدروليك موديلنج اللي هي يقصد بها مقاومه الجريان، ناخذ تاثير الاحتكاك والفركشن يونيفورم ونيوفورم ستدي انستدي ان شاء الله راح ناخذهم بالتفصيل. هذا يهمني بالريزلت النهائيه من انطي اريد اسوي عمليه البوست بروسيسنج. الووتر سيرفيس بروفايل شلون نطلع للريزلت، احنا مثل ما نعرف البرنامج اول اوبشنات هذول البي من الاول تقريبا من هنا الى هنا، هذين الاوبشنين الاول هذا عباره عن انشاء بروجكت والتسييف، لكن ذني من هنا أنا الى حد هذه هاي احنا نسميها البري بروسيسنج، يعني العمليات الاوليه المدخلات ايا كان راح نجي ناخذها بالتفصيل، تمام عيني. هاي يسمونها البري بروسيسنج، هاي هنا شلون تفتح الراس مابر ان شاء الله ايضا ضمن البري بروسيسنج. نجي هنا هاي من هذا الاوبشن، من هذا الاوبشن الى هنا، هذا كله يعتبر البوست بروسيسنج، يعني شنو؟ يعني الريزلت.
تقدر تتخرج النتائج على شكل جداول، تقدر تخرجهن على شكل يعني جداول اكسل، تقدر تخرجهن على شكل رسومات بروفايل، تقدر تخرجهن على شكل انه علاقات كونكشن. يعني ان شاء الله راح نجي نتناولهن بالتفصيل. فاحنا تشملنا العمليه تشمل البري بروسيسنج والبوست بروسيسنج، ان شاء الله راح ناخذهم بالتفصيل. فراح ناخذ اللاي اوت، ناخذ الووتر سيرفيس بروفايل، هذا يقصد به ضمن البوست بروسيسنج اللي هو الريزلت والجيومتريك داتا ريكويرمنت، اللاي اوت مال الكروس سكشن، ايضا الستدي فلو شلون انه اطوره ضمن الهيكراس وغيرها ان شاء الله. وكذلك نبدا جميع المنشآت الهيدروليكيه، ما راح نقتصر على موديل احد. ان شاء الله هاي الامور كلها راح نتناولها ضمن هذا البلاي ليست، ممكن ناخذ وقت به، لكن نحاول قدر الامكان اذا الله سبحانه وتعالى اسعفنا انه نكمله بالكامل. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون ان شاء الله تراسلون، راح نبلش به فيديو يكون تسلسلي ونضعه ضمن بلاي ليست خاص به نسميه ادفانس اوف هيكراس. البلاي ليست الاول اللي هو يعتبر اول بلاي ليست بالقناه راح نسميه بيسك هيك راس، حتى نميز انه ذاك بيسك للاوليه تعريف لهم مبدئي اولي. يعني طالب الاوليه احنا من راح ننطهيها بصوره عامه تفاصيل بسيطه، لان احنا مثل ما عرف طالب الاوليه ما دارس فاينايت اليمنت ولا ماخذ رياضيات متقدم ادفانس بحيث يعرف البارشال ديفرنشال ايكويشن بتفاصيلها ويعرف الساينثيك وغيرها هاي الامور. فاحنا شنو حننطيه بشكل اولي، ولا دارس فاينايت اليمنت ولا فاينايت ديفرنس ولا نمذجة باستخدام الكمبيوتيشنال فلويد دايناميك، فتكون يعني معرفته بهاي الامور جدا بسيطه او كاد يعني لا يعرف، يعني ما اخذ الرياضيات احنا نسميها البرنسبل او البيسك، لكن طالب الدراسات العليا راح يتعمق بهاي الامور. فاحنا من راح نشرح هاي الاشياء بشكل تفصيلي والريزلت وغيرها، يعني راح يفهم الايكويشن مال الحاكمه للجوفرنج ايكويشن يسان بنت ايكويشن بشكل تفصيلي ان شاء الله. فراح نتناول كل هاي الامور على المحاضرات القادمه. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناه ان شاء الله نجاوبكم. لا تنسون دعمنا على القناه، تحاولون ترسلون القناه وتسوون سبسكرايب، تسوون شير بالجروبات التخصصيه الباحثين اللي فعلا يحتاجون هذا العمل. نلتقي بكم ان شاء الله بالفيديوهات الاخرى. دمتم بامان الله وحفظه.